بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر، جل جلاله وعظم سلطانه وعم نود. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث حقيقة الجهاد، جهاد النفس وجهاد العدو الخارجي. آمين يا ربنا يا معين المسلمين بحق. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورحمة. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون ومن وراء ذلك هو محيطكم عرض الدنيا. فالدنيا سماها ربي الدنيا لأن لا تساوي جناح بعوضة. لو يريد الله أن تساوي جناح بعوضة يمنع عندئذ شربة ماء لكل كافر أو منافق. أعرف بالرب أنتم برحمة الله إلى حين، واغتنموا الفرصة حتى لا تكونوا من الملعونين وتكونوا من الراجعين إلى رب العالمين، فتفوزوا بخير الدنيا والآخرة وما بين وخير ما بينهما. والسلام.